السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ هاني كدا وصلت معاكم أمسية سعيدة. اليوم غادي تشوفوا معايا واحد الفيديو ديال خيال بواحد الطريقة زوينة، وغادي يجي ملس ويتمسح إلا توسخ. المهم نوريكم الدوزان ديال الديكور باش كنخدمو. عندنا هاد البلانا بلاستيك اللي هي هادي كيما كتشوفوا، غادي هي باش كنخدمو الديكور، وهذه هي البلاستيكه باش كنشارجيو الحيط باش كنخدمو، عاد كنديرو الزواقه بهاد بطالوش. المهم قبل ما كتبغي تدوز الديكور كتهيئ الحيط ديالك، كدوز واحد جوج كوش ديال لاندوي، لاندوي معجون، كاين لاندوي بودر غابره وكاين لاندوي معجون. المهم تاخذ لاندوي معجون من الاحسن، كوب عليه غير الماء، خلط وخدم على راسك. غضرب دوك كوش ديال لاندوي، ملي تكمل لاندوي ديالك تخليه ينشف، غتحكو مزيان بالقاعد ديال 80 اللي هو هذا 80 ولا 100. المهم عندك الديكور ديال الخيال واخا تحك ب 80، الا كانت السيك ولا شي حاجه اخرى غادي دير 100. المهم كتحك بالقاعد ديال 80 اللي هو هذا. ملي كتكمل الحكان ديالك كدوز واحد كوش ديال الكاوتشو ولا دوكوش فينيل. من بعد ما كدوز الكاوتشو اللي كيكرم كتبونس الكاوتشو على حساب ليغران، واحد ليغران واحد الحبيبات اللي هما هادو، كتبونسي الحيط ضروري تبونسيه باش ملي تكون خدام ما يتشرطش لك الديكور ديال الخيال. المهم نخليكم مع الفيديو، تبعوا الفيديو حتى الاخر. الناس اللي كتتابعني ديروا لايك للفيديو وديروا اشتراك اللي مازال ما اشتركش، ومرحبا بكم اخوتي. القناه راه ديالكم ماشي ديالي، كنت من تدعموني انا يلاه بادي، ما كرهتكمش تدعموني باش القناه توصل باش انا نستمر في العمل ديالي. يلا المهم خليكم السلام عليكم خوتي. المهم هذا هو الكاتالوج اللي غنخدموا عليه اليوم. هذه هي فيروز، وكاينه خيال، كاينه دياماندا. المهم انا غنخدم اليوم فيروز، غنخدم هذا اللون هذا اللي هو خديته مبريباري، انا غنوري لكم في السطله هذا اللون هذا هو اللي غنخدم عليه اليوم. ها هو عندي هنا كما كتشوفوا. هاد اللون اخوتي راه كيجي في الصالونات ويجي في لي كولوار. المهم ديال الصالونات. السلعه كما قلت لكم اخوتي، السلعه هادي راه مخلطه مجهزه، يعني ما كدير لها لا تانت لا والو. ملي كتبغي التانت يشيل راسك راه كتاخذها بيضاء اللون. المهم ما كتزيد فيها لا ما لا والو، الكوش الاول ما تزيد فيه لا ما لا والو حتى نضربها ببلاستيكه. كاين الناس اللي كيخدموها بالرولو، المهم انا نخدمها ببلاستيكه باش كتجي ملسه. المهم تبعوا الفيديو. المهم اخوتي الطريقه كما قلت لكم، غنبونسيو الحيط هو الاول، كما قلت لكم غنبونسيو الحيط هو الاول. هادي لو كيف الطريقه كيفاش تخدم باش نوضح لكم. كتهز بشويه بشويه، الطريقه هي هذه، كتضرب وكتمسح. هذه اخوتي فيروز راه ما درتش لها اللون، كتخدم فوق البيض. بغيتي دير لها لاباز دير لها لاباز، ما كاينش مشكل. هذه هي الطريقه اخوتي. كتمشي على هاد الطريقة هادي، الكوش الأول. كيما كتشوفو هادي هي الطريقة أخوتي. بعد ما كملنا الكوش الاول، بعد ما كملنا الكوش الاول نخليه ينشف 4 السوايع على حسب الجو. الا كان الجو بارد نخليه حتى 6 السوايع، كان على خاطرو عاد نطبقوا الديكور ديالنا. خليكم مع الفيديو. المهم خوتي بعد ما خلينا
بعد ما خلينا الديكور حتى نشف لمده 4 السوايع كما قلت لكم. ها هو دابا كيبان لكم راه كرم مزيان. يعني عندنا حق دابا ندوزو على الكوش الثاني اللي هو غيكون بالرماج. المهم تابعوا الفيديو خوتي. كما قلت لكم انا غنخدمو بالبلاستيك، ما غنديرش خدمه ديال الرولو باش يطلع ملس، باش يطلع الحيط ملس ولا توسخ دغيا يتمسح. الخدمه ديال الرولو كيبقى حرش، الا شد الوسخ ما كيتحيدش من الوسخ دغيا. المهم هذه هي الطريقه خوتي كما درنا في الاول. بالنسبه للملاقي وداك الشيء راه ما تتبان لا ملاقي لا والو. هي الطريقه خوتي. كنضرب المساحه ديال مترو ولا مترو ونص، الا كانوا جوج واحد يعمر واحد يفيني، كتجيب وحدك كضرب على الغاز ديالك. هذه هي الطريقه خوتي. ودابا غنخدم الرماج ديال الرماج ساهل. هذه هي الطريقه كي كتشاهدوا معنا. كندير الويت 8 كما قلت لكم. بالنسبه للتلاقي راه ما كتبقى لا تلاقي لا والو. الديكور زوين، هاد الخدمه اللي درت راه كتجي ملسه. كما كتشاهدوا الحيط راه كان مزيان ولا ما كيدير وقت لا والو. الطريقه راه ساهله. خليه يشرب واحد شويه لحد انا خدام غنعمر لتحت، غيبدا يشرب شويه غنعاود ليسي. هاد التلاقيه هادي كما كتشوفوا هاد التلاقيه هادي ما تجرش عليها بحال هكايا، حاول انك تطلع السلعه الفوق باش كتلاقي الحيط باش ما يبقاش يبان التلاقي. ولا شارج اخوتي راه ما كنشارجيش الحيط بزاف كي كتشوفوا داكشي كيتم غادي مليسي. ها هاد التلاقيه هادي اللي كتشوفوا هنايا ما تخدمهاش طول هكا، حاول تخدمها جنب باش كتقشلها. صافي كتضرب ضربه واحده باش الا بقيتي كدور جي التلاقي راه غتبينها، الا ضربتي ضربه واحده ما تبانش. هذه هي الطريقه، الطريقة الصحيحة ديال خيال ولا فيروز. الدياماندا كما قلت لكم راه جميع الديكورات كيتشافوا، غير السمية اللي مختلفة. كي كتشوفوا التلاقي ما كتبقاش تبان. نكملوا بنفس السيستم. التلاقي اللي كتكون هنايا اللي هي هذه حتى هي كنخدموها عرض، يعني كنديو لها السلعة ديما كنديو السلعة. الا كنا في التحت راك شفتو كيفاش درت ليها، كطلع السلعه الفوق. الا عندنا السلعه ها عرض سمحوا لي غادي نقرب الصوره باش يبان لكم داكشي بوضوح. كما كتشوفوا بالنسبه للحيط ما تيشرب ما تخاف منه ما والو. لك تيب بوحدك خدم بشويه عليك. يقول لك كاين اللي كيقول لك لا خاصك تسد الشراجين تسد البيبان. انا اخوتي خدام على برا الهواء الطلق. ها الحيط ديالنا ما يشرب ما والو، وغير فوق الفينيل كواتشو ما كاين لا سد لا هادي لا هادي. خدم بشويه عليك، عرف كيفاش تخدم غير التلاقي ديالك، ما تخاف حتى من شي حاجه. ياك شتو الرماج كيفاش طلع وانا خدامه بوحدي، كي كان حيط كبير كي كان حيط صغير. الطريقه الصحيحه هي هذه، ما تخاف لا من التلاقي لا والو. وكما قلت لكم خدمه الرولو راه كتجي حرشه. هذه هي الطريقه اخوتي. التلاقي عندنا هايده
غنفينوها بهذه الطريقه هذه. ديما الطلاق كتلعب على جن، ما تحاولش تبقى تضرب ضرب ضرب في الطلاق باش تبينها. صافي ضربتي ضربه وحده فوتها. هذا هو الرمز ديال الخيال ولا فيروز، كيجي رائع بلا ما تبقى تدعك فيها بزاف، ضربه وحده كتجي مزيان. وانا غنوريكم النتيجه في الاخر. خوتي الى عجبكم الفيديو خليوا لي لايك، واللي مازال ما اشتركش في القناه يدير اشتراك القناه ويضغط على زر الجرس باش يبقى يوصلك ديما الجديد ديالي، ودعموني في القناه باش انا نعطيكم الجديد باش انا نستمر في العمل ديالي. خليكم مع الفيديو، غنمشيو مع الفيديو كامل، انا كنوريكم داكشي بالتدقيق. عندنا هنايا الماقيه، خدنا كامله اليوم راه دايره على الملاقيه. كتشي راسك تخدم من راسك، وراه ما تجي لا طلاقيه لا والو. ديما حاول تجيبها عند الخط، ديما تجيب سلعة عند اللقية. كما كتشوفوا انا خدام على برا، البرد كلشي كاين. المهم ديما اللقية كتفينيها بهذه الطريقة هذه، وما تبقاش تورك عليها بزاف. الا بقيتي كتورك على الطلاقية بزاف راه غتبينها. ضربة وحدة صافي وفوتها. انا خدام ب 8، اللي بغى يخدمها بالزيرو يخدمها بهذه الطريقه هذه، حتى هي راه مزيانه. كدور الدوره الاولى هوك، الثانيه كترد عكس هي 8، كتجيبك الحيط مفيني، كتجيبو مفيني في الدقه الاولى. المهم كما كتشوفوا هو البانو ديالنا كملناه. هذا البانو دا حسبوه بحال الى فاس ديال شي حائط، يعني ما تخاف حتى من شي حاجه، واخا تضرب الفاس وترجع لي حتى الغدا وتفينيه وما تبان لك لا تلاقي لا والو. كي قلت لكم راه كتجي الخدمه ملسه. هذا هو الشكل الاخير، هو هذا كما كتشاهدوا. كنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. كما قلت لكم راه ما كاين لا تلاقي لا والو، يعني راه واخا تخليه حتى يبات حتى الغدا ما تخاف حتى من شي حاجه. كنتمنى لكم فرجه جميله، وما تنساوناش كما قلت لكم بالدعم، خلينا شي لايك، ونتمنى يعجبكم هذا الشيء اللي كندير. ان شاء الله فلوسكم، فيديو قادم ان شاء الله.